يا باشا عيب، ده انا عوني. اعتبر الموافقات في جيبك، والمكالمة الجاية هقول لك مبروك. تمام فن، مع السلامة. محمد رسول الله. اف راجل ممل جدا. ها بصيت عليه ادي، انت شايف كل 3 دقايق يكلمني عايز يطمن يا سيدي. والله عوني بيك، نفسي اطمنك اطمن الباشا، بس غصب عني بقى المرة دي. يعني ايه؟ ملهاش سكة؟ مفيش حاجة ملهاش سكة، بس المرة دي السكة ده ما تعديش غير عربية واحدة، ومحسوبك بقى سبق وعدى. الله 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 الله، انت بتعمل شغل من ورايا بتقفل علينا ولا ايه يا رايق؟ ده بقى اللي انا كنت خايف منه، ده انت حبيبي ما ينفعش يا باشا اعمل شغل عليك. طب امال ايه؟ فهمني مين اللي قفل علينا؟ لا محسوبك داخل في بيزنس كده صغير، بعمل مطعم مع جماعه صحابي. مطعم؟ اه. طب مبروك يا الله يبارك فيك سعادتك. بس انا مش شايف مشكله برضه في الموضوع، المصلحتين يمشوا سوا حتى يونسوا بعض. ما المشكله يا باشا ما ينفعش، اصل مصلحتين شمال ودول في نفس الدايره اللي سعادتك فيهم المصلحه بتاعتك. فالناس عينيها مفتحه علينا اليومين دول، هيوقفوا لنا في واحده يبوظوا لنا الاثنين، واحنا بقى مش عايزين نخش في حوارات مالهاش اي 30 لازمه. والله يا اخي انت اللي دخلتني في حوار وهتخسرني الراجل. معلش يا باشا انا هعوضها لك والله المره الجايه. واحنا فيها. تعوضها لي دلوقتي. ايه رايك رايق لما اشاركك؟ تشاركني؟ تشاركني انا؟ ازاي يا باشا؟ لا ما انت ما تخسرنيش وكمان تقول لي لا. يا باشا بس المشكله ان انا معايا شويه شرك يعني. ويعني والرايق كلمته مسموعه. بس معلش لازم برضه ارجع لهم اخد رايهم واجي ارد على سعادتك. انت رجعت لهم وخدت رايهم واللي حصل حصل. مبروك يا رايق. نسيبها على الله؟ نسيبها على صار. باشا باشا. يسيب العريس في الكشوه ويطلع يجري؟ الراجل يقول علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوا بقى. انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي، بس انا اول ما سمعت اسمه قلبي وقع في رجلي وجسمي كله ترعش. خفت يشوفني في كشه راجل تاني. جرى ايه يا جيجي؟ ما تجمدي شويه، ده انت لسه بعضمه لسانك قايلالي، قايلالي انه ذبحك وكسرك، في ايه؟ انا كنت فاكره اني نسيته خلاص، صفحه وقلبتها، بس اول ما قالوا اسمي ما اعرفش ايه اللي جرالي. جيجي يا بخت من مكاني وانا بكى الناس عليا. اللي بيحب حد يختي بيفضل قاعد جنبه حتى لو سافر، بيرجع للي بيحب. من الاخر كده انت مش في دماغ الديب. الديب ما بيحبكيش يا جيجي. كنت فاكره اني قويه واقدر استحمل، بس شكلي كده طلعت ضعيفه يا بنت. انا مين فيهم؟ انت عبيطه وبتتدلعي يا بنت. اللي يدوس على قلبك دوسي عليه بالجزمه، في ايه؟ وبعدين الراجل قاعد مرمي بره، ده مرمي تحت رجليك، حد يلاقي كده ويقول لا؟ انا بحبك وخايفه على مصلحتك. سيبك من تسيبه بقى، عيش حياتك يا بنت وانبسطي. في ايه؟ حبيبي حبيبي على السلامه. ازيك يا امك؟ وحشاني يا امك. خلاص هتفعصي الواد في حضنك يا خالتي. ما تسيبها يا واد تاخدونه ولا حتى تفعصه، مش ابنها وهي حره فيه. شايفه وحشتيني يا بنت. انت كمان. ازيك يا امينه؟ وحشتيني يا حبيبتي. ازيك يا غالي؟ انت كمان وحشتيني قوي. ربنا يا عم بتقول انت جاي، كنا جينا خدناك من المطار. ما امينه كانت اسرع. ازيك يا امينه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا امينه؟ ازيك؟ شكرين. امينه عملت مع خالتك مليحه الصح على فكره. لا لا خالص ده ولا حاجه. اه ما هي حكيت لي. عيله الجمال بقى يا عم. يا يوسف ايه الفرح اللي عند بيت ام جيجي ده؟ فرح ايه حبيبي؟ ده فرح بحضورك يا اخويا. حضوره ايه؟ ده فرح والله. والله يا عمتي والله ده انت زي العسل. تعالى انت عمي تعبان، تعالى انت مريح. يلا تعالى. يلا تعالى. تعالى يا عمتي. يلا
ده دياب العيل هفا اللي اسمه عدنان يعمل فيه كل ده. ربا خلت صاحبك خير على خلاص. فين ديبو بتاع زمان؟ ديبو بتاع زمان خلاص سبته هناك من اول ما ركبت الطياره. عارفين يا رجاله مصر وحشتنا قوي. كنتش اعرف اني بحبها كده غير لما بعدت عنها. بلدنا جميله ومخوفاهم مش هيسيبونا في حالنا ولاد الكلب. عايزين يوقعونا باي طريقه وباي ثمن. ظهر ان الطحنه اللي كنا عايشين فيها دي ما خلتناش نشوف البلد صح. دلوقتي بقيت شايف البلد صح. ايه يا جدع في ايه؟ صاحبك شكله يرشح نفسه في الانتخابات ولا ايه؟ لا انتخابات مين؟ انت ما شفتش المرشحه اللي كان جايبها معايا وهو جاي؟ هي دي اللي زودت الوطنيه عنده. صح يا يوسف، جزء من كلامك صح. هناك انا عرفت نفسي. عرفت انا عايز ايه؟ وعايز مين؟ انت لسه بتحلم يا دياب. ما قلت لك يا اخي احلم على قدك. احلم في وسطينا. البت دي دنيتها غير دنيتك خالص. لا يا ميمي. كلنا في دنيا واحده. بس ما بنعرفش امتى نقابل بعضينا. انا حلمت بامينه من قبل ما اشوفها. حبيتها. حبيتها حب عمري في حياتي ما حسيته قبل كده. حب طاير ونضيف، حب عقل ومشاعر وقلب. حب خلاني احب بلدي واخاف عليها واحاول احميها من اللي زيي. ايه تعمل؟ واد اتجنن ولا فيه؟ انت اتغيرت كده ليه يا ولد؟ طيب وجيجي؟ جيجي خلاص حب قديم وراح لحاله. اتدفن يعني بحلو وبمر. وبعدين في الاخر لا انا كنت ليها ولا هي كانت ليا. والله اتجوزت. بتقول يا ميمي؟ جيجي اتجوزت الشيمي. انت فاهم يعني ايه الشيمي طبعا. يعني بزارات وفلوس ومخافيك انا اعظم. ربنا يوفقها. هي كمان من حقها تعيش. حقها. ايه ده؟ الفول ده طعمه عامل كده ليه؟ ده بايت ولا ايه؟ وانا برضه هاكل ابني روح قلبي حاجه بايته؟ روح قلبك؟ طبعا روح قلبي. ولي عندي خبر يجنن لما يعرفه هيفرح فرحه الدنيا كلها. انا قربت اوصل لابوك يا يوسف. في واحده ست رحت لها هتعرفني سكته فين. ابويا مين؟ وست مين؟ انت لسه فاكره الحوار ده؟ لسه فاكره ايه يا ابني؟ مش ده ابوك اللي طول عمرك بتسالني عنه؟ وانت طول عمرك كنت بتتوهي. ايه اللي جد يعني؟ يعني ايه؟ امال كنت بتسالني عليه ليه؟ كنت اهبل. كنت فاكر ان انا لما الاقي ابويا كنت هشيل راسي من الوحله اللي انت غرستيني فيها طول عمري. لكن خلاص فقت وعرفت ان الحوار ده ملوش ثلاثه لازمه. يبقى ايه لازمتها بقى ابوك ومش ابوك والكلام اللي يوجع الدماغ على الصبح ده؟ يعني انا الحق عليا اني عايز اريحك وعمال ادور لك عليه مين؟ بقول لك ايه؟ اصطبحي وقولي يا صبح. الحوار ده خلاص انا شلته من دماغي. وعايزك انت كمان تشيليه من دماغك. خلاص؟ تسلم ايدك يا سماح. طباخ بريمو شقيق. طباخ بريمو ايه؟ ده من عند ام سعيد من اول الشارع. والنبي بطلي سواك يا بت. بطلي؟ مرسي. ما انا راسي يا عمر. بس هو ينطق. ما بقالنا 100 سنه بننطق. خلاص بقى يا صوره. اه لا قالوا صوره. امال الصوره؟ هي مراتك ده هي مش عامله لك خدها مداس وطول النهار تشتغل طاحونه في قلب البيت؟ يعني لما تعمل لك حاجه تيجي وتبوس ايديها وش وظهر. صحيح. قول واشكر يا عم مش هتخلص من عمتك. طوع عمرك حق. تسلم ايدك يا ام عادل. يا امو ايه؟ يا ام عادل. من بقك لباب السما. ان شاء الله يا امو دوله. ايوه دوله دوت بتاعي انا بس. جرعدوا انتوا بس وهاتوه وانا هربيه واطلعه عديم التربيه من الاخر. يبقى نستعوض ربنا فيه بقى من قبل ما يجي. هو ده. بس يا واد اقصى عليك يا مين. سامعه ياما بيقولوا ايه؟ ايوه سامعه ومبسوطه وفرحانه. الله. هو احنا عندنا في العيله اقل من لقى بصايع؟ يا بنت خليه يطلع مدردح وصايع كده ومدقدق زي ابوه اسم الله عليه وعمه النبي حرسه ده جده كان اصيع راجل في المحروسه والله. حاسس اني ما شفتش البلكونه دي بقالي 100 سنه. شمس ربنا موجوده في كل مكان انما هنا حاجه مختلفه خالص. عارفه يا شماء وانا هنا كنت حاسس بايه؟ كنت حاسس ان قلبي بردان.
انما هنا انا حاسس بالدفى. الحكايه من جوانا احنا، عارف لو انت حبيبها هتشوفها احلى مكان في الدنيا، حتى لو مش مريحاك، انما لو مش على هواك عمرك ما هتطيقها مهما حصل. ايه يا بنت ده؟ انت مخك كبر؟ هو انت كنت كده من الاول ولا انا ما كنتش شايفكم؟ ولا السفريه دي عملت فيك ايه؟ مش عارف. لا كنا كده، احنا كده من الاول. بس انا حاسس اني بشوف كل حاجه من اول وجديد. اول مره اخد بالي ان شاهد شاطره قوي كده. حتى انت وانا بسمعك دلوقتي كاني بسمعك لاول مره. في امك رغم الكهرباء الزياده اللي هي فيها، بس شايفها اصغر من الاول. انا مبسوطه انك بتقول كده، كنت فاكراك هتبقى متضايق انك رجعت ومكملتش هناك. انا الحكايه جت معايا بالعكس، انا اصلا زعلان طلعت من هنا اساسا رغم الكرباج اللي خدت فوق دماغي، بس حاسس اني مفوق ومصحصح، عارف الصح من الغلط. الحمد لله انها جت على قد كده وانك اتعلمت. الحمد لله. بس في حاجه بقى انا حاسس بيها لاول مره. خير؟ حاسس ان عينيكي فيها كلام كتير قوي. عاوزه تقولي يا اخوكي؟ قولي يا شيماء. لا انت بتهيألك، عشان بقالك كتير بس ما شفتهمش فتلاقيهم وحشينك. بس كده؟ انا لازم اروح اسمع لشاهد عشان كانت بتذاكر. ماشي. ايوه يعني ممكن افهم انت عايز ايه دلوقتي؟ انت ليه بتتعامل معايا كده يا اروى؟ انت لسه زعلانه مني؟ مش انا اتاسفت لك وقلت لك حصل خير؟ اوكي يا سيد، ممكن نبقى نتكلم بعدين عشان انا مشغوله. طب انا برضو جاي لك في الشغل. استني بس، والله العظيم شغل. فلوسك الباقي على حساب الجديد كله حاضر. وبعدين؟ احنا عايزين نشقلب بالقرد. نعم؟ قرد؟ بهزر معاكي، مش قصدي. عايزين نشقلب المحل عندي لمطعم، ومطعم 7 ستارز، وانت تظبطيه على مزاجك. قلت ايه؟ خلاص خلصت الاوفر بتاعك، هبقى افكر وابقى ارجع ارد عليك. انت ليه بتتعامل معايا كده يا اروى؟ انا عمري ما اتحيلت على واحده كده، وانت اول واحده تسمع مني كلمه سوري. اسف بس دي كبيره قوي. والغلط اللي حصل برضو كان كبير قوي. الغلط اترد. قلت ايه؟ هشوفك الليله دي لما ابقى افضى يا سيد هبقى اكلمك. يعني هتتصلي؟ ابقى اتصل انت. هتردي؟ اظن انا رديت دلوقتي. اه صح، ماشي يا جميل، هستنى المكالمه بتاعتك. لو ما اتصلتيش هتصل انا. سلام يا عسل. عسل. انا ما بقتش فاهم اللي بيحصل لي. هو ايه اللي بيحصل لك؟ يعني سايب الدنيا تضرب وتقلب كده، مش مركز مع حد غيرك انت. سايب شغلي مركزي، حتى غالية بنتي مش مركز معاها، مركز معاك انت. انا اول مره في حياتي يحصل لي حاجه زي كده. انا بحبك وغير ان شوشتي في حب. الكلام الحلو ده انا ما كنتش اعرف انك بتعرف تقول كلام حب كده. ماله بقى الكلام ده؟ انا بقول اللي حاسس بيه. وبعدين يعني ايه ما بتعرفش تحب وانا عجزت قوي للدرجه دي؟ عجزت ده ايه؟ ولا تكونش يعني فاكر ان شعرتين البيت دول حاجه؟ ده فض زي نجوم السيما كده بتوع بنات بره. هو انا طول راجل بقلب شباب كده يحبني؟ شيمي يا روح شيمي، اوعى في يوم من الايام كده تشوف بنت غندوره احلى مني ولا اصغر مني وتقول لها نفس الكلام. نفس الكلام ده ايه؟ انا اول مره في حياتي اقول كلام لحد. ماشي يا اخويا، قول لي كده انت جايبك كلام، بس انا هسيبك تاكلني بمزاجك. شين اوعى، عارف لو عملتها عارف انا هعمل فيك ايه؟ هموتك. تعرفي؟
اعرف. صباح الفل يا ديبو. امين صباح الفل. ايه سرحان في ايه؟ في الدنيا. لما تيجي تشرب معايا شويه بن. ماشي هغير واجي لك. بقول لك ايه صحيح؟ يا صاحبي جبتليش اي حاجه معاك؟ تيشرتايه جزمه بتاع الشغل بتاع بره ده؟ يا عم كويس ان انا جيت. طب يلا جاي لك. يا حبيبتي مش كل مره كده، حوشي قرش كاتي بيه حاجه لجهازك. اعمل ايه يا ماما؟ والله العظيم ما بقدر اقاوم، كل ما بشوف حاجه بحس انها هتبقى حلوه عليكي بجيبها لك على طول. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، بس بجد انا اخر مره اخد منك اي حاجه، ما تزعلنيش منك بقى. حاضر. ده ايه النور ده؟ ازيك يا يوسف؟ ازيك يا لوتي؟ اقعد يا حبيبتي سيبها. قول لها يا يوسف، قول لها مش كل مره تجيب لي حاجه وهي جايه كده. ما تقولي لها انت، ما هي بتجيب لي انا، ما هي بتجيب لك انت. انا اقدر انسى حبيب قلبي برضو؟ ايه مش هتشوفيها تشرب ايه ولا ايه؟ اه طبعا هقوم اهو، انا عارفه ان انت مش بتحبي الشاي، هعمل لك عصير. لا والنبي ما تتعبي نفسك، احنا نازلين على طول. نازلين رايحين فين؟ طبعا اذنكم انا. قولي الاول ايه رايك في دي؟ انا كم مره اقول لك بطلي تجيبي حاجات وبرضه تفضلي تجيبي لي؟ مفيش حاجه كتير عليك بقى، يلا شوف. ايه ده؟ دي شركه كمان. يعني ايه شركه؟ يعني ماركه يعني كويسه. حلو عليا؟ تحفه. حلو إيه؟ عليك قوي. ايه ده؟ ايه؟ تحلويتي فجاه كده ليه؟ يا سلام. لا استني لسه حلوه برضه. ميرسي. تسلم ايدك حبيبتي. مبروك عليك. ما تعمليش كده تاني بقى. حاضر. قولي لي يا نودي. انت ابوكي عامل ايه دلوقتي؟ والله الحاله متاخره. مش عارفه حاسه كده ان ربنا بينتقم منه عشان اللي عمله فيا لامه. معلش. لا حول ولا قوه الا بالله. طب وبعدين؟ انا عايز افرض معاكي يعني مثلا لو امر الله لا قدر الله يعني لو امر الله نفذ هنعمل ايه ساعتها في موضوع الجواز؟ انا مبقتش قادر استنى اكتر من كده يا نودي. ما فكرتش في الموضوع ده بالطريقه دي قبل كده؟ ازاي؟ ازاي ده انا بفكر في الموضوع ده كل يوم وبدعي له ان ربنا يقومه بالسلامه. عارفه يا نودي نفسي ينجشك وينزل بيك السلالم واحده واحده لغايه لما يوصلك لجوزك حبيبك قدام الناس كلها والمعازيم اللي موجودين في الفرح بتاعنا. بس باللي بيحصل ده انا بقيت خايف قوي. طب وهنعمل ايه يا يوسف؟ بصي احنا نتجوز ونخليها على ربنا ويمكن هو يعني بعد ما يعرف خبر جوازك ده يفرح ويخف، مين عارف؟ ايه رايك؟ ممكن برضو طبعا جدا. حلوة قوي، يبقى تتفقيلي مع امك على اقرب فرصه اقابلها فيها، اتفقنا؟ حاضر. لقيت ناس بلم كل حاجه يا مان، اخدت الفلوس واللابتوب وجيت على هنا على طول. حقي ولا مش حقي في التوريطه اللي كانوا هيلبسوها لي دي؟ ده انا علشان انا يا ابن حلال وقلبي طيب. بقول لك يا سيكا، انت شفت ايه اللي على اللابتوب ده؟ متشفر يا عم ولا يفرق معايا بنكله. طب والحل؟ الحل لازم نبلغ الحكومه طبعا. الناس دي عتاوله ومراقبينه وقاطرينه وعاملين عليه ورديات للنهار. لا يا ميمي، نرموا لهم. دخول الحكومه هيشوشر الدنيا والناس دي ممكن تتعفط بزياده. فمالوش لازمه. طب انا بقول له قدامك اهو عشان تبقى شاهد. مش عايز يتحرك من هنا لحد ما نخلص الموضوع ده ونهديه. بقول لك ايه؟ يسمع كلام اخوك. يسمع كلام اخوك وما تسمعش كلام امك، ايه يا جدعان؟ هو اسبوع. يا ابني اسمع الكلام. تفضل قاعد هنا متكن. نهدي الدنيا يا شباب، اتحرك براحتك. ماشي يا ميمي. انا ايه يا ديو؟ وليتش فوق. عايشنا صح. انت كمان. اخبارك ايه؟ زي الفل. ايه؟ الجنرال ما بيسالش عليا ولا ايه؟ بيسال عليك، بس انا مش عايز اوجع دماغك. لما تهدى كده وتروح نقعد نتكلم. عامل لك مفاجأة النهاردة؟ أبو تريكة اللي ماضيها بنفسه، إيه رأيك؟ رأيي في إيه؟ طب قوم البسها ويلا ننزل، الناس كلها مستنياك يا نجم. أنزل؟ أنزل فين بس يا عم تيفا؟ أنزل فين؟ أنا بقيت بعين واحدة يا معلم. في وقت الدنيا عايزه اللي يشوفها يبقى بعشر عيون. اتوحد الله وبلاش الكلام ده. فكر
تفكر في بكره. بكره. حاضر. صح. بس يا ترى الدنيا هتتعامل معايا انا واللي زيي بكره ازاي؟ هيدوني نص شارع امشي فيه؟ ولو ركبت الاتوبيس والمترو هيدوني نص كرسي اقعد عليه؟ ولا هيقطعوا لي نص تذكره؟ لو ده حصل يا تيفا يبقى تعالى اسحبني من ايدي وانا هنزل معاك. هننزل ونطالب بكل ده. تطالب بايه بس يا معلم؟ تطالب بايه؟ طالب طالب. بس انا هقول لك هما هيدونا ايه. هيدونا نص اهتمام، نص رعايه، نص قيمه من الاخر. وده دلوقتي بس. بعد شويه هتلاقي النص ده بيخس بيخس لحد ما يبقى مفيش حاجه خالص. بح. وبعد كده هيقولوا علينا يا اما عملاء يا اما بلطجيه. ولو قلبهم حن علينا شويه يمكن يسيبونا في بيوتنا وما يديموناش في السجون. انت عينك راحت يالا؟ ها؟ لا يا باشا انا عيني زي الفل ما راحتش. انا شايف سعادتك كويس قوي. امال بيقولوا راحت ليه؟ اه مين اللي قال كده يا باشا؟ اه دول اكيد غيرانين مني يا باشا كمنها ملونه. بص ايدك يا تيفا. امشي 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 وخد التيشيرت ده معاك وروح قول للناس احمد لا عاد يهتف ولا يشجع تاني. عارف ليه؟ عشان الفرقه عمرها ما هتلعب في نص ملعب. امشي اتكل على الله وامشي بقى. دول عايروني وقالوا لي يا اسمر اللون يا لالالي صح. انا ازيك يا ديبو؟ وحشني وحشني يا عمي. لما سمعت لانك جيت ما صدقتش، قلت اكيد نسيت حاجه وجاي تاخدها. جاي اخد المفتاح. تعالى حبيبي. الحمد لله بسلامه يا ديبو. الغربه تربه يا ابني. اه يا عمي انا لو تعرف اللي رجعني. مش مهم اعرف اللي رجعك، المهم اعرف ان اللي رجعك اقوم اللي وداك. وبالمره يا اخي بقى تشيل عني الحمل التقيل اللي انت سبتهولي ده. انا كان ليا في العيال والوليه والبيت والهم ده كله. اتمرن بقى عشان مديحه. مديحه ام يوسف ايه؟ والله اتمرنت. لا يا راجل. اه والله. اه بس الحته الزفره وقلت ابدا بالبت شاد واروح المدرسه كده واسال عليها عامله ايه زي ما الاهلي بتعمل يعني. بس بيني وبينك كشيت، كشيت لغايه الباب وخفت يسالوني هي في سنه كام معرفش. عملت طيب يا عم، عملت طيب. شيماء. ايه؟ كان قلبك حاسس يا ابن الكلب. انا كان نفسي عيلة تقول لي بس معرفش مالها. رسيني في ايه؟ واد اسمه احمد. ميكانيكي وكسيب وعنده ورشه. انا رحت اتكلمت معاه واستجدعته قوي. بس بعيد عنك حصل له حاجة كده. حصل له ايه؟ عينه راحت في المزارات. محتاج منك زيارة يا ديبو. الواد جدع ويستاهل وكان جاي البيت من بابه لولا اللي حصل له ده. الواد جدع ما تخيرش عنك. بقولك يا بت، أنا كنت سمعت حاجة كده من قيمة كام يوم وبعدين من ساعتها بصراحة كده مرعوبة مش عارفة أنام. كنت عايزة أسألك عليها. هو صحيح يا بنت شيماء القرايب لما بيتجوزوا ولاد عم بقى ولا ولاد خالة ممكن يا أختي يخلفوا عيال مبروكة؟ مبروكة إزاي يعني؟
ما كنتش عايزه افسر يا بنت، عيال مبروكه يعني متخلفين. ايه الجهل ده؟ فال الله ولا فالك. الطب دلوقتي تقدم، مفيش الكلام ده. تقدري تطمني على الحمل من وهو لسه في بطنك. والنبي صحيح؟ اه. طب انتي الواد بتاعك عامل ايه؟ لسه قافل على روحه؟ هي تقفل على روحه لوحده، ده واخدني معاه واخرتها. ما بقتش افكر في اخرتها خلاص، سايبها كده زي ما تيجي تيجي. طب ما قلتش حاجه للديبو؟ ديبو اول ما بص في وشي حس اني مخبيه عنه حاجه، بس اكيد عمي قال له. انا عارفه، انا مشكلتي مش في ديبو، انا خايفه من احمد، خايفة يكسفني وشكلي يبقى زي الزفت. يلا نحلى، خلى على الناس كده في الهادية. أنا يا كبير. قولي على كلمة تانية أقوى من متأكد وأنا أحلف لك عليها. غالي أنت مش فاهمة حاجة. لما أفكر فيك 24 ساعة في 24 ساعة اتجننت بيكي خلاص. اللي بيبسطك بقى بيبسطني، واللي بينرفزك بقى بينرفزني ويجنني من غير ما أفهم ليه. تقدري بقى تفسري لي الحاجات اللي أنا بحس بيها دي معناها إيه؟ أنا حاسة بكل حاجة أنت بتقولها، بس أنا خايفة من الإحساس اللي أنا حاساهولك. أنا أول مرة أحس كده يا يوسف، ده غير إن أنا خايفة يعني إن أنا أظلمك معايا. مش هتظلميني ولا حاجة، أنتِ بس تفكيرك مش متظبط اليومين دول بسبب المشاكل اللي عند أبوك. يمكن، أو فعلاً عندك حق. أنا مش عارفة بابي بيعمل في نفسه كده ليه؟ كل شوية بيطلع لي بجوازة جديدة، فاكر نفسه لسه صغير. مش عارفة أقول إيه بجد، نفسي أفرح بيه بس هو بيوقع نفسه في مشاكل. بيشتري لحظة انبساطه بهم وغم كبير. عندك حق، خصوصا يعني البنت جيجي اللي هو هيتجوزها دي. قصدك ايه يا يوسف؟ جيجي دي انا عارفها من زمان، اصلا كان بصاحبه ديبو صاحبي، عارفاه؟ ديبو ده صاحبك اللي كان معاك على طول؟ ايوه، اخويا وانتيمي. هو وهي كانوا اسمائهم مكتوبه على بعض من زمان، وكل الحركه كانت عارفه ان هم مرتبطين. ديبو لجيجي وجيجي لديبو. يا دوب الجدع سافر من هنا وهي بدأت ترسم على ابوكي من هنا. تقدري تفهميني واحدة زي دي عايزة تتجوز واحدة قد ابوها ليه؟ غير إذا كانت طمعانة فيه. أنا مش قادرة أصدق اللي بابي بيعمله في نفسه ده. إزاي كده؟ طب بقول لك يا غالي، أنت عارفة طبعًا أنا بحب ابوكي قد إيه وبحترمه، بس طبعًا ما يصحش إن أنا أفتح معاه موضوع زي ده. لكن أنتِ تقدري تتكلمي معاه وتفهميه وتوعيه؟ انا طبعا هتكلم معاه، امال هعمل ايه يعني؟ ما عنديش حاجه اعملها غير ان انا لازم اتكلم معاه. برافو عليك. ثواني يا حبيبتي. الو. ايوه يا حبيبي. بقول لك ماما مستنياك بكره، انا اتفقت معاها خلاص. طيب ده كلام جميل جدا واخبار حلوه جدا جدا. انا مبسوطه قوي 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 يا حبيبي. لا ده انا مبسوطه اكتر 100 مره كمان. طيب يا باشا أكلمك بقى بعدين. أوكي، مستنياك. باي باي. سلام. شفتي بقى وشك حلو عليها إزاي؟ بيكلموني دلوقتي بيقولوا لي إن أنا بكرة هاخد ترخيص المطعم. بجد؟ مبروك يا يوسف، مبروك. لا مبروك دي بقى أنا نفسي أسمعها منك وإحنا في بيتنا سوا. هيكون طعمها أحلى بكتير. إن شاء الله. أنا بيتهيألي إنه هيلف حوالين نفسه أول ما يلاقي الحكومة داخلة عليه وبتوع الكشك. مع إني ما أحبش أدخل الحكومة في شغلنا، لكن أهو للضرورة أحكام. بس اسمح لي سعادتك، بغض النظر يعني عن موضوع دخول الحكومة ده، أنا شايف يعني إن الحركة خفيفة على الولد شوية، يعني بنلعبه بعينيها زيادة. أيوه بنلعبه. برافو عليك، بنلعبه.
تعرف فكرة الجيمز بتاعت الكمبيوتر دي شغلانة قايمة على اقتصاد دول دلوقتي. الجيمز دي بتبتدي بالألعاب الخفيفة، يعني تزغزغك، تطمعك، تخليك تحس إن في البداية إن قدراتك قوية وممكن تستحمل وتكمل. تدمن الجيمز، ده اللي أنا عايزهم يعملوا. أنا عايزهم يدمنوا الجيمز. أيوة أنا كمان بحب ألعب، يعني بحب الجيمز. هلا أخبار مراد إيه؟ بخير. لا مراد تمام، أنا كنت لسه بكلمه من يومين، هيخلص امتحانات واحتمال ينزل مصر يومين. لا الولد ده ما بيكلمنيش ليه؟ ايه نسيني ولا ايه؟ ازاي؟ معقول ينسى سعادتك ده كلام؟ كويس، انتوا مش محتاجين حاجة؟ لا يا فندم، طول ما حضرتك معانا مستحيل نبقى محتاجين حاجة. هلا مراد. يا ماما، ايه رأيك في المكان؟ تحفة يا يوسف، أحلى بكتير مما كنت متخيلة وأنت بتحكي لي، مش كده يا ماما؟ هو فعلاً جميل ومكانه هايل. طيب اقول لكم بقى على المفاجاه اللي انا جايبكم النهارده عشانها. انا هسمي المطعم ده نودي ريستورانت. انت بتتكلم بجد؟ انت هتعمل كده فعلا؟ يا يوسف لما نادين كانت بتحكي لي عنك كنت فاكراها بتبالغ، بس بجد انا فهمت سبب فرحتها ايه دلوقتي. لا ده هي اللي سبب فرحتي وسعادتي واحلى هديه باخدها من حضرتك الصراحه. والله العظيم ده انت اللي هديتي من السنه، كتير عليا قوي اللي انا بسمعه ده. يا نودي يوسف بيحبك، ربنا يهنيك ويسعدك. بس معلش يا ماما، انا استاذنك في حاجه. بالنسبه لموضوع الشبكه والفرح وكده، زي ما انت شايفه كده المطعم عشان يطلع بالشكل ده قطم وسطي في موضوع الفلوس، فبس يقوم يوقف على رجليك وانا اجيب الدنيا كلها لنودي. انا مش عايزه اي حاجه على فكره، وبعدين احنا ممكن نعمل الفرح هنا ونكتب على الانفيتيشنز اللي مكان الفرح نودي راستن، مش كده ممكن صح؟ طبعا صح، بس يا ريت يكون خلص، انت شايفه في شغل قد ايه؟ وانا مستعجل على موضوع الفرح ده يعني. تعالوا اتفرج على بقيه المكان. ها يلا اتفضلي يا حضرتك. يا باشا عيب، ده انا عوني. اعتبر الموافقات في جيبك، والمكالمه الجايه هقول لك مبروك. تمام فل، مع السلامه. محمد رسول الله. اف راجل ممل جدا. ها بصيت عليه ادي، انت شايف كل 3 دقايق يكلمني عايز يطمن. يا سيدي والله عوني بيك، انا نفسي اطمنك واطمن الباشا، بس غصب عني بقى المره دي. يعني ايه؟ ملهاش سكه؟ مفيش حاجه ملهاش سكه، بس المره دي السكه ده ما تعديش غير عربيه واحده، ومحسوبك بقى سبق وعدى. الله 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 الله، انت بتعمل شغل من ورايا بتقفل علينا ولا ايه يا راي؟ ده بقى اللي انا كنت خايف منه، ده انت حبيبي ما ينفعش باش اعمل شغل عليك. طب امال ايه؟ فهمني مين اللي قفل علينا؟ لا محسوبك داخل في بيزنس كده صغير، بعمل مطعم مع جماعه صحابي. مطعم؟ طب مبروك يا راجل. الله يبارك فيك سعادتك. بس انا مش شايف مشكله برضه في الموضوع، المصلحتين يمشوا سوا حتى يونسوا بعض. ما المشكله باشا ما ينفعش، اصل مصلحتين شمال ودول في نفس الدايره اللي سعادتك فيهم المصلحه بتاعتك. فالناس عينيها مفتحه علينا اليومين دول، يوقفوا لنا في واحده يبوظوا لنا الاثنين، واحنا بقى مش عايزين نخش في حوارات مالهاش اي 30 لازمه. والله يا اخي انت اللي دخلتني في حوار وهتخسرني الراجل. معلش يا باشا انا هعوضها لك والله المره الجايه. واحنا فيها. تعوضها لي دلوقتي. ايه رايك رايق لما شاركك؟ تشاركني؟ تشاركني انا؟ ازاي يا باشا؟ لا ما انت ما تخسرنيش وكمان تقول لي لا. يا باشا بس المشكله ان انا معايا شويه شركاء يعني. ويعني والرايق كلمته مسموعه. بس معلش لازم برضه ارجع لهم اخد رايهم واجي ارد على سعادتك. انت رجعت لهم وخدت رايهم واللي حصل حصل. مبروك يا راجل. سيبها على الله. نسيبها على زهر. باشا باشا. عاملين نفسكم رجاله يالا انت وهو؟ شرفت. انت اللي شرفت يا حالتها. وإحنا فعلك كام يالا؟ ما انت كده كده هتتنفخ، واللي عاوزينه هنعرفه. بقول لك ايه؟ ريح شويه. لما نريحكم انتوا الاول يا روح امك. صحيح حمد عامل ايه دلوقتي؟ حمد؟ حمد سافر ومسيرك تحصله. لولا انتوا لازمني كنت سفرتكم انتوا الاثنين، بس خلاص هانت لما يقع الحمار اللي بيشغلكم. تعال يا حبيبي. ايه
سعيد. مساء الخير يا غالي. خير. اللي جابك دلوقتي؟ عايز ايه بالظبط؟ جاي اشوف رامي. ايه؟ مش هتقولي تفضل؟ تتفضل؟ ايه يا حبيبي انت نسيت نفسك ولا ايه؟ مفيش حاجة اسمها رامي بعد كده. رامي ده تنساه. انساه؟ ياه للدرجة دي؟ يا سلام. هو انت فاكر يعني بعد اللي انت عملته هتشوفه تاني؟ لا يا حبيبي كده انت بتحلم. سلام يا باشا. رايح فين يا سعيد؟ انت لو دخلت دلوقتي حصابة طالبة عليك الدنيا، سامعني ولا لا؟ هطلب لك البوليس. كمان البوليس؟ طيب ايه رايك بقى مني كده كده ناوي تنسيني ابني؟ انا سولك انا كمان. وهو بالمره بقى يستريح مننا احنا الاثنين بقرفنا بخناقنا بكل حاجه. بدل ما الواد يعني يطلع متعقد من امه اللي حرمته من ابوه. قسما بالله يا سعيد. لو جيت كان برامي لاقتلك. سامعني هقتلك. اوعي بنت تكوني فاكره الواد اللي عامل فيها ذكر ده يحميكي مني. انا بتليفون صغير قوي. خليهم اللي اسمها امه ما تعرفش طريق جدته. اطلع بره يا سعيد. اطلع بره مش قادر اشوفك ولا اسمع صوتك كمان. اطلع بره. دلوقتي مش قادر تسمع صوتي؟ كان بيعجبك زمان يا مدام. ما مفكرة عقل نفسي كويس وانت عارفيني انا لما بنوي بنفذ. ما طبعا لازم توافق. هي هتلاقي في الدنيا كلها حد يحب نودي ويدلعها ويحطها في عينيه قد دي. انا كمان متاكده من كده يا حبيبي. وماما كمان متاكده على فكره. طب تمام. بقول لك ايه؟ النهارده احلى خبر انا سمعته في حياتي. استني خليك معايا ثواني. انت يا عم الحلو منك له مش غرزه هنا. خدوا الزفت اللي بتشربوه ده وغوروا بعيد من هنا. كتكون قرف. ايه يا حبيبي؟ بقول لك ايه؟ بكره اول ما تصحي تكلميني. عايز اشوفك. اتفقنا؟ يلا خلي بالك من نفسك. باي باي. خير يا يوسف؟ خلاص كلمت مامة نادين؟ انت بتصنطي عليا ولا ايه؟ لا ابدا والله يا حبيبي، انا كنت معديه من قدام الاوضه وسمعتك بالصدفه. اه وافقت. الف مبروك، ربنا يتممك بخير. متشكرين. ده مين البهيم اللي بيخبط كده؟ خليك يا حبيبي انا هشوف مين. استني انا هروح. يا عم اهدى 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 اللي بتنال انت يوسف البيومي؟ نعم نعم. نعم الله عليك يا اخويا. هتقوم؟ ايه ده؟ واخدينه على فين؟ يا عم يا يوسف خش خش جوه. يوسف رايح على فين؟ خش جوه. انتوا مين واخدينه على فين؟ يوسف يا يوسف خش جوه بقولك.